وهسه طلعوا لنا نغمه جديده اللي هي الاوزان الاجتماعيه، ما يقبلون يعني حتى لو اهل دياله اوزان اجتماعيه. قلت انا بغداد اغلبيه لازم اني اخذ المحافظ، حتى لو ما اشترك الشيعي، وحتى لو الشيعي صوت للسني والعكس صحيح. دياله ايضا اللي هي ذات الاغلبيه السنيه ايضا يقول لك انا لا ما اريد سني حكومة. لا دياله الشيعة لا انا ابن دياله، انا ابن دياله احصائيات. لا لا انت ليش تعترضون؟ لا هاي كلام مو صحيح. هذا طرح كثير، هذا طرحي. هاي رساله انت ابن دياله بس اسمح لي. انت معموري وعشيرتك. اعطيني دليل انه بغداد اغلبيتها مكون اخر. طين دليل طين هذا مو كلام، هذا كلام بدون ادله، مو صحيح. انت ديمقراطي لو اجتماعي؟ مو صحيح. انت الانتخاب لا غير قدامك عقاب، عندك ناس مراقبين. ما له علاقه. والله اجيك سيد جبار، اولا راح اجيك لانك انت فاهم القصه حافظها ما فاهمها. لا ارجوك حتى لا يروح الحوار لمنحه وتخليه مو صحيح. سيد مصر سماحه السيد ما فاهم القصه، ما فاهمها. خطا انت ديمقراطية الناخب هو اللي يحدد. إيه هذا كلام واحد غير انت تقول لا عزيزي عزيزي استاذ رافل عزيزي بس اسمع ليش انت القصه ما فاهمها صحيح. لا فاهمها الكلام عن الاختلال لا يعني اللي تقول انت. هذا كلام مغرض ومو صحيح وقطيع. واذا تحس بعد تيار الصدري فالتيار الصدري هو يحتمل. اولا انا لم ادعو لي اي ضغينه، لكن لا انا هو يجي يقول لك على الانتخابات اجتماعيا بس نقطه عادي افهم والمواطن يفهم. ما انت هذا الكلام مو صحيح. هذا علي مؤاخذه ايضا، بس السيد ما معقول. المؤاخذه مكتب السيد ما يقبل على كلامك. انا سامع منهم يقبل، مستحيل يعني السيد مقتدر مستحيل يوافق. لا بعد لا تحكي انت لا تحكي باحنا واحنا وقاتلنا. قول انا رايي كلامك مو صحيح. كلامك مو صحيح. ست هيفاء دوري لي صناديق الانتخاب راح تفرز تفرز هذا فايز سني شيعي ما له دخل. لا انت وين وديتني على الاجتماعي وما اجتماعي ما جايبها؟ هاي طرح سيد عمار وشيخ قيس. شوف هاي جاي يقول اسمعها يا عين. يقول لي اكو اختلال توازن. يابا شنو الغرض؟ يقول اكو اختلال توازن راح تعكسها صناديق الاقتراع. نعم. هذا مو طرح ديمقراطي. بس نقطة مهمة جدا. نعم. يعني صحيح. مثلا تقصد انه انتخاب المحافظ بعيدا عن الانتخابات، هذا قصدك؟ بالضبط ما يردون. وصلت الفكرة خلاص. وصلت الفكرة. خلاص. خلاص. سيد جبار مقلب. لا عزيزي تاخذ الوقت. عيني الاخ انا فاهم القصة يعني حافظها ما فاهمها. السيد عمار بس خلنا اكمل. لا عزيزي لا جاي اقول لك ما فاهم. انت ما فاهم ما فاهم الكلام. جاي تشوش. الكلام